شكرا للزميل حسن حامد وتحية لكل متحدثين في هذا التقرير. ننتقل إلى فقرة ترند. نتحدث اليوم في ترند عن التحرش الأمان داخل المنزل. يمكن أن يحدث التحرش في أماكن كثيرة، ولكن الفاجعة عندما يحدث من شخص تحتمي به الضحية فيستغله. هذا ما برز خلال الفترة الماضية في أروقة المحاكم ووسائل التواصل الاجتماعي، ونجد أن مثل هذه القضايا أو هذه القضايا فعلا يحدث فيها تكتم، والغرض من التكتم هو عدم المساس بالفطرة السوية. للحديث حول هذا الموضوع وتفاصيل أكثر، معنا داخل الأستوديو الأستاذة حسناء سليم، القانونية ومدافع عن حقوق الطفل. مرحب بك ومساء الخير عليك يا أستاذة. الله يبارك فيك، تسلم. أهلا بك. طيب أستاذ، إحنا بنتكلم في جزء حساس جدا، يعني نعم. لما الموضوع يلمس الأسرة، قبل ما نخوض في تفاصيل الموضوع خلينا نعرف الأسرة في الأول. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، وأشكركم على الاستضافة. شكرا. لموضوع مهم للغاية، يعني تجاوز مرحلة الأهمية ودخل في مرحلة الخطورة. نعم. الأسرة طبعا هي النواة تحت المجتمع، والأسرة هي الملاذ وهي الحماية. الأسرة هي الركن الآمن اللي بيلجأ له الطفل. نحن الكبار، نحن بالنسبة لنا البيت ده هو ملاذنا الآمن، فما صحيح. بالك بالطفل. نعم. الصغير. ده تعريف للأسرة. طيب تمام. طيب أستاذة يعني حسناء، خلينا نمشي معاك خطوة خطوة. طيب نعم. في الظروف الاقتصادية اللي بنعيشها الآن، والظروف الاقتصادية الضاغطة جدا ممكن تكون، أغلبية أو معظم أفراد الأسرة بيقوا شغالين. نعم. طيب واجبات الأسرة شنو تجاه الطفل في الظرف المجبر كل شخص من أفراد الأسرة إنه يكون مشغول عن طفله لفترة من الزمن؟ طيب أنا الموضوع ده حقيقة لأنه بهمني شديد، نعم، عايزة أتدرج معاك، يعني نمشي خطوة خطوة. نمشي معاك خطوة. يلا طيب حاضر. نبتدي من انه ممكن الاب رب الاسره هو يكون المتحرش على الاطفال. يا ساتر. والقضيه دي يعني بقت منتشره. وكثير من الامهات بيلجؤوا لنا عشان يتفاكروا معانا. الواحده بتكون في حاله ذهول، صحيح، في حاله بتاعت هستيريا، انه هي اكتشفت انه الاب نفسه هو اللي بيتحرش بالاطفال. فلما نحن نطلب منها انه تسمح لنا بانه نعمل اجراءات، والله اقول لك حاجه بتمسك كرعينا في انه نحن ما نتخذ اجراءات. والموضوع ده هي ما بتقدر تطلعه من دائره البيت حتى لاسرتها القريبه. حتى امها وابوها واخوانها بتقدر تناقش الموضوع ده معاهم. في نفس الوقت هي خايفه على اطفالها. في نفس الوقت الاب لما تواجهه بالموضوع ده بتحصل حاجه من اثنين، يبقى شرس شراسه شديده، هي تتعرض نفسها للضرب الشديد المبرح، او يطلع من البيت. ونحن بنفتكر انه دي اخف الاضرار، انه يطلع من البيت، لكن هو بيعاود بيجي راجع. فمثلا انا يعني عندنا قضيه مشهوره جدا واشتغلنا فيها، فكان الاب نفسه بيجيب الحبوب المنومه او دواء الحساسيه ده بيديه للاطفال بنومهم بيه في الفترة في الوقت اللي هي بتكون خارج البيت. فهي قامت لاحظت القصة دي، لقيت انه هي كل ما تطلع مشوار تخلي الأولاد دي في قمة نشاطهم، بتجي تلقى انه الأولاد دي نايمين، يعني نوم ثبات، نوم عميق جدا جدا. المسألة دي هي يعني أكلت فيها. فبالصدفة مرة بتفتش في دولابه وجدت دواء الحساسية السيرب ده، وبين القمصان في حبوب منومة. فبدأت تربط شنو؟ الوقاية. بين الوقائع مع بعض. فبعد ده بقت تترصد، هو برات بقت انها تقول انها هي طالعه، في نفس الوقت تكون مختفيه داخل البيت، لحد ما قبضته بالسكة. يا لطيف يا لطيف. فهي جاتنا هارعه، نحن مكتبنا قريب للمنطقه، فما ما تقدر تتخيلي الانهيار النفسي اللي فيه الام دي. وانه تبحث عن حل، والحل شنو يعني؟ طيب هنا التصرف كيف لما يكون الاب هو صمام الامان اللي بيحتموا به والاولاد، هو في ذات نفسه المتحرش، التصرف كيف حقيقة هنا؟ هي كارثة، يعني ما بقدر يعني تصورها، حقيقة كارثة. لكن اما المسألة دي يعني اذا كل ام، يعني انا حقيقة يعني احنا ما كلهم، حقيقة ما كل الاباء، ولا القصة دي عامة، لكن من اذا الام ركزت شويه تقدر تكتشف المزالة دي، اذا ركزت شويه بتقدر تكتشف المزالة دي. وهي ذاتها بتعود
لأنه الأب ذاته وفي وضع نفسي ما سوي هو نفسه في الطفولة 90% أنه هو تعرض للتحرش ومن هو طفل من أفراد أسرته اللي هو بعدين في حتة تانية بالمناسبة الجد بيجي يشكل مشكلة الجد سواء جد لأم أو جد لأب ديل برضو حقيقة كمية التحرش منهم بقت كظاهرة يعني. طيب أستاذة حسناء، يعني من الوقائع اللي أنت بتعيشوها في المحاكم للأب والجد، يعني هل هم فعلا نتاج لمشاكل نفسية في الطفولة ولا نتائج لتعاطي مثلا للمخدرات، يعني حسب الوقائع اللي أنتوا عايشينها في المحاكم؟ ما هي أنا قلت لك شوفي أقول لك حاجة، هي من السهولة التعرف على نوع الأب ده يعني ممكن يتحرش على أطفاله ده، هي الأخطر فيهم اللي هو بيكون مريض نفسي من طفولته. ده أخطر نوع لأنه بيكون ظهره زول سوي زول طبيعي جدا وبيستصحب معه كل الذكريات السيئة. آي. نعم. الحاجة الثانية في التعاطي بتاع المخدرات، الخمور هي برضو لها دور في المسألة دي، المخدرات كارثة يعني ذاتها ولها دور في أنه الأب يتعرض لأطفاله بالاغتصاب، وكثير من الآباء يتعرضوا لبناتهم بالاغتصاب نتيجة تحت ضغط شنو؟ المخدرات. لكن شوفي حصل كم حادث انه بمجرد ما وعى وعرف نفسه انه هو احتدى على طفلته بالاغتصاب اقدم على الانتحار، وفي واحدين اكملوا انتحروا يعني. يعني ما اللاوعي يعني المخدرات بتوصل للدور مرحله اللاوعي يرتكب جريمه داخل الاسره وهو اصلا ما واعي بها، لما يوعى ويحس بروحه انه هو ارتكب ما بيتحمل. لكن نحن نقدر نتخيل وضع الاسره سواء وصلت للقانون وسواء إنها ما وصلت للقانون، هل هنقدر نعرف كمية الدمار النفسي الموجود جوا داخل الأسرة والشد والجذب والكسر النفسي الموجود جوا؟ لا عارفين يعيشوا في أمان، لا عارفين يشتكوا، لا عارفين يصلوا للقانون. والله هي صعبة جدا، صراع نفسي كبير جدا يعني. صراع نفسي مميت يعني مميت، يعني أنت ذاتك لما تعيشي المسألة دي كقضية وكقانونية انت ذاتك بتلقي نفسك ذاتك اتأثرتي نفسيا بالمزاد دي. صحيح. طيب قبل ما نمشي للأحكام والقوانين اللي يفترض انها تكون رادعة وتنفذ، من حديثك الآن اطرقنا لكلمة متحرش ومغتصب. نعم. خلينا برضو نعرف السادة المشاهدين الفرق ما بين المتحرش والمغتصب. طبعا التحرش ممكن بيتم بوسائل عدة. نعم. لفظا، باللفظ، باللمس، يعني ممكن الواحد يسلم عليك سلام محدد انت تعرفي من الماده بتاعت السلام دي انه هو متحرش. ممكن يجي ماشي جنبك كده يضربك بطريقه محدده، هي ظاهره التحرش. التحرش ممكن يكون باللفظ، ممكن يكون بالسلوك كده، لكن الاغتصاب هو الفعل ذاته، هو الاقدام على فعل الاغتصاب في حد ذاته، يعني اللي هو انه الممارسه في 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 فتحات الشرج او القبول او الدبر. نعم. ده الاغتصاب. لكن التحرش ممكن يكون لفظي، ممكن يكون معنوي، ممكن يكون رساله، ممكن يكون مكالمه تلفونيه، هي يكون مضمونه جوا تحرش. وللاسف الشديد هذه الظاهره بقت كثيره جدا وبالاخص في الجامعات، وبيعانوا منها الموظفات بكثره. ويعني ايش انت تمشي تتهمي شخص بالتحرش، القانون بيطلب الإثبات. هل القانون منصف في حق الشخص المدعي؟ والله شوف أنا أقول لك حاجة، شوفي القانون نحن قانوننا الهس السوداني ده المجلس القومي لرعاية الطفولة تحديدا فيما يتعلق بالأطفال وقانون الرادع حقيقة ما في ظلم يقصر. كشرطة حماية الطفل، كقضاء، المجلس القومي رعاية الطفولة، حتى نحن كمحامين متعاونين حريصين جدا أن يعملوا لنا دورات تدريبية لتطوير المهارات لحماية الأسرة والطفل. لكن في النهاية القانون بيتمسك بالإثبات. القانون بيتمسك بالإثبات، فحاجة ما مثبتة إن أنا كقاضي الوقائع بيجيني قدامي إذا ما في إثبات قاطع أنا ما بقدر أتخذ ضد الزول أي إجراء. تمام. طيب هل بتفتكر إنه القانون السوداني يحتاج إلى تعديل فيما يعني انه يكون التنفيذ الحكم رادع؟ يعني احنا بالرغم من انه في قانون وفي دوله زي ما ذكرتي وفي حمايه للطفل، ممكن تاخذيها تفضلي، في حمايه للطفل، ولكن عفوا بعد كله بنسمع احنا يعني بصوره راتبه بنسمع في وسائل التواصل الاجتماعي، بنسمع في الجرايد في الاعلام انه في وقائع لاغتصاب، حالات اغتصاب للاطفال. نعم.
فليه يعني هل القانون ما رادع بالكفاية بأنه الشخص المغتصب أو المعتدي ده ما خايف مثلا من الإعدام أو من العقوبة اللي حتطبق عليه؟ أنا زي ما قلت لكي القانون والله أنا بفتكر أنه القانون وصل العقوبة للإعدام، لكن الوقائع هي أو الإثباتات يلا في حاجات كثيرة بتمنع تنفيذ القانون اللي هي زي يعني السرعة في التبليغ. الطفل المغتصب ده لو ما شار في اللحظة ما اشتكى، في اللحظة اللي اشتكى خموه كده بحالته ذاته ودوه المستشفى وطوالي طلع التقرير، كل الأدلة دي لو قعدت 3 ساعات بتختفي. بعدين كثير من الأسر اللي حتى هي بتلجأ للقانون، ودي بالمناسبة أسر ما كثيرة اللي بتلجأ للقانون، الطفل ده بحالته بتحت الاغتصاب بيشيلوه بدخلوه الحمام بيحموه على أساس أنه مودينه المستشفى، هم عارفين أنه شنو دي زالة أثر الجريمة، يطمسوا كل الأدلة تودي للطبيب، الطبيب بتطلع تقرير الطبي بيكون كل الأدلة اتطمست، أو أنه هم بتأخروا في التشاور بالذات لما يعرفوا الشخص المغتصب. يعني يكون من داخل الأسرة أنا بلغ نمشي نعمل شنو ما نعمل شنو، المسألة دي ممكن يبلغ بعد يومين 3 يوم برضو نفس الشيء الأدلة بتنطمس تماما. التقرير الطبي هو المعتمد في قضايا الأطفال وفي الاغتصاب أكثر من أغوال الطفل نفسها يعني. فبالتالي التقرير الطبي ده نحن من وعي الأسر يعني، المفروض برامج دي جميلة جدا لأنه بتوعي الأسر. أول حاجة الطفل ده يعني من هو صغير نحن نكلم عديل، ممنوع حد يلمسك في المنطقة الأعضاء التناسلية، ممنوع أنت يا بنت حد يغبلك يا طفلة، أنت ممنوع زول يهبشك في حتة حساسة، أي زول يقول لك كلام زي ده تيجي تكلميني. الأطفال ذاتهم ما نخليهم على غباهم، هي مرة ذات الطريقة بتاعت التوصيل بيكون فيها نوع من التخويف، فبتلقي أنه الطفل خايف أو الطفلة خايفة. أيوة نعم، عشان أوصل لها المعلومة. أيوة أحسن أخويفها، أنا أحسن أخويفها، أحسن تخويفها، أحسن أخويفها، لأنه لو كده بيحصل كده بحصل كده بحصل كده، لأنه أنت لو خوفتهم بمجرد ما يحسوا أنه الخطر قريب هيحمي نفسه بيجوا يكلموك. لكن أنت لما تخليهم على غباهم القريب ده بيغويهم بحلاوة بشوكولاتة بجالكسي بسنيكرز، بيغويه وبيدردقه، هو ما بكون عارف الهدف شنو ولا النية شنو. فالتوعية مهمة جدا للطفل ذاته من الصغر، لازم يوروه انه لو حصل اي حاجة انت يجب انك تتكلم وتتحدث. قبل انت طردت لنقطة انه الام والابو كل الناس جارية في المعيشة، الظروف الاقتصادية حقيقة هي طبعا مساهمة دور كبير يعني في المزالة. نعم. حتى زمان الأمهات الأطفال الصغار دين بيودوهم الحضانة، بيودوهم الروضة، هو أكثر حتى أنا بفتكرها آمنة يعني، لكن غلاء الرسوم عشان أنا أودي طفلي الحضانة أو أوديه الروضة أدفع الرسوم دي أنا ما هتكم ومرتبكم، فبتضطر إنها شو تتعاون مثلا مع جارتها تديها طفلة وهي ما عارفة إنها هي سلمته للخطر بنفسها. حتى لو أصغى من جارتها دي ما بتسخ في الضيوف اللي بيجوا لجارتها، صحيح الناس اللي بيجوا جوا ما. بعدين بالمناسبة أنا حقيقة من هنا أنا عندي تحذير عديد للأسر، تفضلي يا جماعة، الجدة مشكلة كبيرة جدا بالذات البدن شنو يزحمر يعني، ده خطر رهيب على الأطفال، يجب الناس تركز في الحتة دي. بيكون هو لسه هو مزحمر ما مجمع، بيخلوا للطفل مرات، خلوا للطفل على اساس انه الجري بتاع المعايش ده، احنا بس عشان ما نعمم لانه الرساله مباشره يعني. ايوه نعم. ما هي ما المهم بعدين انت بتقدري تعرفي يعني، هي لا انا ما بقول كل الاجداد يعني، نعم. ولا بقول كل الاباء اكيد، ولا بقول كل الاخوان، حتى في اخوان بيحتدوا على اخواته، يكون هو فايتهم في العمر بيحتدي عليهم يعني، انا ما بعمم المساله دي الرغم الحاصل علينا في السودان، نتكلم بشفافيه نعم. ايوه اي رغم انه الحاصل علينا في السودان ده، لكن عليه الصلاه والسلام قال الخير فيها وفي امتي الى يوم القيامه، الخير موجود نعم، اصلا لا يأس من روح الله الا القوم الكافرين. لكن اي حاجه بتتعمل يعني الظهر تحت التحرش من زمان، سيدنا يوسف غلقت الابواب وقالت هيت لك، التحرش ده موجود لكن اصبح ظاهره ويتغنم بقانون، دي حته بتحتاج لوقفه توعيه. صحيح. سالتي من القانون ليه ما ايز القانون رادع ووصل للاعدام، الزهره ليه في الانتشار قبيل، وانه ليه القانون عايز تعديل، القانون ما عايز تعديل، المساله دي مجتمعيه. انا ما ممكن الشرطه وحمايه الاسره والطفل حتيجي تحرس لي طفلي داخل البيت، لكن لما تجيهم جريمه او ادانه
النزل ما قاعدين يقصر خالص، ما قاعدين يقصروا، سواء كانت شرطة حماية الطفل، النيابة حماية الطفل، القاضي اللي تقعد القضية قدامه، ملف قدامه، والله ما بيقصروا، بيشتغلوا بكل حزن وألم على ما يحدث أمامه. أي لكن المزالة هي عايزة شو؟ عايزة تتلم كلها ابتداء من الأسرة، كيف تحافظ على أطفالها، كيف توعيهم الأطفال دي، كيف الأم تكون عينها نجيضة زي ما بيقولوا أهلنا، يعني تقرأ في وشوش الناس الموجودين، ومزالة ما صعبة، يعني أنت ممكن تقرأ في وشوش الناس وتقدري تعرفي ده وشو فيه شنو حتى لو كان أبوه، وده وشو فيه شنو حتى لو كان أخوه. بعدين مع ملاحظة إنه الأبو أو الأخو أو الجد اللي بيكون متحرش داخل البيت بيمارس سياسة عنف خفية على الأطفال، بيمارس، عشان كده هم ما بيقدروا يتكلموا. يعني هسه عندنا القضية المعروفة في بورسودان دي، البيت اللي حملت من أبوها عمرها 17 سنة، وحتى مولانا كان سأله قال له هسي على في بطن هذا، نحن نفصل شنو يعني أخوها ولدها، نقدر يعني نقدر ننسب وين اللي يعطيها. فالطفلة دي بالبحث الاجتماعي انه هذا الابو من هي طفلة بيمارس عليهم الشراسة تخويف، فكان بيمارس معاها على فترة طويلة من الزمن، ولا تستطيع ان تتكلم، حتى امها ما تقدر تتكلم، لحد ما الحمل ظهر وظهرت بطنها كبيرة حتين، هي بعد ذاك الناس ضغطتها، خالاتها وامها ضغطتها حتين هي تتكلم تحدثت. فالزول اللي بيكون داخل الأسرة بيمارس التحرش داخل الأسرة، والله ده زول خطر جدا جدا فعلا. أي الأم اللي قلت لك جاتني جارية لأنه شافت الأبو متحرش بالولد، الطفل ده أبوه مجرده من ملابسه، والصوت والخرطوش كبير جنبه بجانب، فشفتي فنوع الممارسة ذاته بشراسة، هو ما يقدر يكلم أمه، ما يقدر يكلمه. طيب يا أستاذة، يعني أنت بتتكلمي حاليا عن وقائع هي صعبة فعلا، صعبة شديد. قلتي عشان القانون يتضامن مع الحالة ويكون الحكم فيه تسريع لابد من وجود الأدلة، لكن بالمقابل عندنا المجتمع قاسي جدا. يعني ظواهر زي دي يعني صعب جدا، أنت عارف إحنا في مجتمع بيبقى همنا كلام الناس أكثر من الواقع أو الكارثة الحاصلة يعني. صح. طيب رأي المجتمع وفي نفس الوقت يعني رأيه وأثره على الضحية، فأنت ذكرت الحاجة دي أنا عايزك تعضدي عليها مرة تانية، في حالة وقوع الجريمة نشيل المجتمع ونمشي في الخطوات السليمة عشان نقدر ناخذ الضحية حقها. المجتمع يعني إحنا هسه بالنسبة لنا هو الكارثة الحقيقية، المجتمع هو المانع الناس ذاته حتى تتعامل مع القانون حقيقة، يعني إنه الناس تتعامل مع القانون المجتمع، مش يعني حتى المجتمع البعيد، المجتمع القريب. يعني أنا لو مثلا أبو أطفالي يتحرج على أحد من طفلي، أنا حتى ما أتجرأ أكلم أخواني، لا أتجرأ يعني. صحيح. حتى المجتمع القريب، بالرغم انه احنا مبتعدين عن تعاليمنا بتاعت الدين، الاسلام ده ما خلى لنا حاجه نهائي، يعني قال لا تنابزوا ولا لا تنابزوا لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنابزوا بالالغاب بئس الاسم الفسوق. فنحن ديننا دين رحمه، لكن احنا كمان برضو بعيدنا من الدين، لو كنا ملتزمين بالتعاليم الدينيه دي كنا يعني امورنا بتكون افضل. مثلا عندي كسي زي الاخ بيكون فرقه كبير من الأخوان وبيمارس أو بيمارس عليهم التحرش، الأخ ده يا جماعة نحن برضو يعني برضو أنا والله سعيدة بالحلقة دي، لأنه حقول حاجات الناس ما بتقدر اسمه المسكوت عنه، الناس ما بتقدر تتكلم عنه. طبعا الفضائيات لها دور كبير جدا في المسألة دي، خلت المادة بتاعت الإباحة دي موجودة في يد كل مراهق. تمام. طيب أنت حاليا موجودة معانا، إحنا عايزين نستفيد من وجودك في أنه أنت، وأنا بعرف حضرتك غير أن القانونية أنت مدافع عن حقوق. نعم. الطفل. نعم. أنا عايزة أعرف الدور اللي أنتوا بتقدموه للمجتمع، الدور اللي أنتوا بتقدموه للمعلمين في المدارس، الدور اللي بتقدموه لأولياء الأمور حتى في حق. نعم. الطفل وحماية حقه. والله إحنا نشوف لما في دوراتنا التدريبية مع مجلس الأمم لرعاية الطفولة بيجيبوا كل الفئات، وزارة التربية، وزارة الصحة، نعم، بيجيبوا المحامين المتعاونين في قضايا الأطفال، بيدخلون ورش تدريبية. فنحن عرضنا كم اقتراح في إنه يا جماعة التوعية دي تكون مادة أو جزء من مادة العلوم في كل المدارس، منهج عديل. نعم. من الأستاذة تدرس منهج الحماية للطفل داخل المدرسة، مدارس البنات، مدارس الأولاد، الأولاد ذاتهم يفهموا ويعرفوا إنه والله القانون
بيقول كده للزول المتحرش، الزول المغتصب، الزول البتاع. المسألة دي لما من الطفل يقوم بها هي برضو بتبقى وازع، بتبقى نوع من الحماية. فأنا قلت لك علاج المشكلة دي عايزة تضافر جهود. نعم، تضافر جهود كاملة. التوعية دي، حتى التوعية دي هي والإعلام له دور كبير جدا جدا. حاضرين في والله في بتر هذه الظاهرة، ما في ظاهرة ما بتنتهي نهائي، لكن بيقلل منها. كلمة أخيرة أستاذ حسناء، الزمن سرقنا قبل ما الكلمة الأخيرة نشكرك. ونحن هو طال نرجع لإنه الناس تهتم بأطفالها، توعيهم، تكون قريبة سواء الأب أو الأم، ما الأم بس، الأب والأم يكونوا قريبين جدا لأطفالهم، يوروهم إنه لو حصل أي حاجة يدوهم مساحة من الأمان، ما ينشغلوا بالمعايش، يكون المزال المعايش، ويخلوا أطفالهم يعرضوا للخطر. الناس كلها تبعد من المخدرات، تبعد من التعاطي، من الخمور، لأنه أنت ممكن كأب مخمور ممكن ترتكب جريمة في حق طفلك من غير ما تكون واعي يعني. شكرا جزيلا أستاذة حسناء سليم، القانونية والمدافع عن حقوق الطفل، شرفتينا كثير. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا.